ما فتحنا بوابة ومنصة رقمية بالنسبة للقاح. أمس ولا كنا قريب 39,000 وزيادة، عندنا 55% اللي مسجلين كلمناهم وتلقحوا، إلا بعض الأماكن لأن الله غالب حنا نشوفوا القطار اللي يجي متأخر ما نشوفوش القطار اللي يجي. حقيقة طلقنا في الرقم، طلقنا في الرقمنة، ما عندناش ثقافة الرقمنة، ما عندناش الأجهزة تاع الرقمنة. حنا هذه الخطوة الأولى، أنا نقول لك أكثر من 55% من اللي كانوا مسجلين بالنسبة للقاح عيطنا لهم.